نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء على ما أورده تقرير نكتادا بأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا للعام الثاني على التوالي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية. أشار تقرير الأونكتاد إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6% من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا والبالغة 52.6 مليار دولار عام 2023. أضاف تقرير الأونكتاد إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات لمشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار و800 مليون دولار، بجانب إعلان مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا حول موضوع الذكاء الاصطناعي، تناول أبرز الإحصائيات المتعلقة بتطبيقات دردشة الذكاء الاصطناعي. أشار التقرير إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري زادت تنزيلات تطبيقات الدردشة بالذكاء الاصطناعي بنسبة وصلت إلى 1506%، بينما زادت إيرادات الشراء داخل التطبيق بنسبة 4184 على أساس سنوي. أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تصل سوق روبوتات دردشة المزودة بالذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 9.4 مليار دولار عام 2024، ارتفاعاً من 2.6 مليار دولار عام 2019. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس وتسليم كامل مساحة الأرض لمشروع شركة هانجشتانج الصينية لصباغة وتجهيز وطباعة الأقمشة والملابس في منطقة القنطرة غرب المنطقة الصناعية في الإسماعيلية. يقع المصنع والبالغ استثماراته نحو 70 مليون دولار على مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع على مرحلتين، بواقع 100 ألف متر مربع لكل مرحلة، كما يتيح المشروع نحو 1500 فرصة عمل مباشرة. أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع مع تحول تركيز المستثمرين إلى الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 8.1% في حين انخفض في قطر بنسبة 1.1%.